إحياء لذكرى ثورة 14 من فبراير، وتنديدا بخيار القمع الذي لجأت له سلطات البحرين لقمع الثورة البحرانية، نظم ناشطون اعتصاما أمام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن للتأكيد بأن الثورة مستمرة ولن تركع أو تستسلم. يجب أن يكون في كل شعب البحرين عبيدا أذلاء خاضعين لآل خليفة، وهذا يتنافى مع قيم ومبادئ أبناء شعبنا في البحرين الذي تربى وربى على العزة والكرامة ويريد الحرية والتحرر. استمرار الثورة طوال السنوات الماضية وبرغم القمع الوحشي دليل على عظمة هذا الشعب الذي يواجه نظاما طاغيا يحظى بدعم دولي. أمور عديدة يتضمنها قدرة الثورة على الاستمرار 5 أعوام ودخولها العام السادس، أولها إصرار الشعب على التغيير. المسألة الثانية فشل التدخلات الأجنبية والاحتلال السعودي والقوات التي جاءت البحرين في قمع تحركات الشعب وتطلعاته. المسألة الثالثة حتمية التغيير أصبحت أمرا مؤكدا. سفينة ثورة 14 من فبراير ستواصل سيرها وحتى ترسو على شاطئ النصر المؤزر بإذن الله. لا يمكن مع كل هذه الجرائم الدموية الوحشية أن يستسلم الشعب ويرجع إلى الوراء. ثورة في عامها الخامس متوقدة، صامدة، منطلقة، متحركة، حية، ثابتة، مستمرة، لن تتوقف بإذن الله إلا وزوال هذا النظام الخليفي ودحر الاحتلال السعودي. عام آخر ينقضي من عمر أطول ثورة في ربيع العرب، والتي أفشلت مخططات الأعداء في حرفها عن مسارها الحضاري والإنساني. 5 سنوات من الحراك في الداخل ومثلها من التحرك في الخارج تثبت بأن الثورة البحرانية لن تتوقف حتى تحرير البحرين من كافة القوات المحتلة وإسقاط نظام الحكم الخليفي. سارع ريب للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن.